بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم يمثل قلبا لهذا البلد، ونحن نشكل بهذه السلسلة البشرية سياجا لهذا القلب، وهو قلب نابض، ونكتسب به حيويتنا ونشاطنا. حفظه الله وحفظ الله البلد كل شر مسؤول إن شاء الله. صامدون ولن نتزحزح عن هذا المكان، لأن هذا الاستهداف ليس لسماحة الشيخ فقط، إنما هو استهداف لكل الشعب وقصد لكل الشعب، وبالتالي نحن ثابتون مع كل هذه الجماهير في هذا المكان، لن نتزحزح دفاعا عن حقنا ودفاعا عن سماحة الشيخ ودفاعا عن هذا الوطن إن شاء الله. استهداف الشيخ عيسى أحمد قاسم هو استهداف لكل الشعب، وهذا القرار هو تأزيم للشعب للبلد وتراجع للبلد، ونحن هنا إن شاء الله ندافع عن الشيخ وعن الشعب، والتراجع عن هذا القرار هو لصلاح البلد والحمد لله رب العالمين. رسالة واحدة فقط هي أن سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم خط أحمر،